شو عم تساوي؟ هات الورقة هي. هالورقة شو فيها؟ عزيز قل لي انت بأي حق بتساوي هيك؟ حبيت أعرف. بلا ما تعرف. من هلأ ورايح ما في داعي تعرف أي شي بخصني أنا. إليف عندك شي مشكلة صحية؟ أنت مريضة ليش عم تخبي هالورقة عني؟ أنت مالك علاقة فيني. إليف لآخر مرة رح أسألك، احكي شو فيها هاي الورقة. وقف، لا تتحرك. ارمي اللي بإيدك. يلا. طيب الظاهر ضيعت طريقك عند هالمساء. الباب من هون. تمام خلاص طول بالك، أنا رح أطلع، بس ما رح أطلع من هذا المكان الوسخ قبل ما أخذ المرأة اللي حابسينها جوا. يلا أحكي، مين اللي ساعد إليف؟ مين اللي هربها وخباها؟ لك الحقيقة قدامه لهاد؟ أنا قصدي مشان ما تكبر المشكلة، لأنه أكيد حضرتك ما بتحب حدا يعرف مين اللي ساعدها. يا عسكري أمرك سيدي. اطلع لبرا. حاضر سيدي. عزيز اللي ساعده مو هيك؟ شايف أنت جاوبت على سؤالك من دون ما تعذبني أبداً. وين بيكونوا هلأ؟ صدقني ما بعرف. قلتي لي ما بتعرفي مو هيك؟ معناها ما رح تطلعي من هون لتحطي عقلك براسك وتقليلي وينهم؟ أصلاً حتى لو بعرف ما رح أحكي أبداً، ونيفين كمان ما رح تقول أي شيء. رنا 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 يلا أصحي. شوفي هي أنا أجيت لعندك. إبراهيم. إيه أنا إبراهيم، لا تشغلي بالك. جيت. ليك لا تتعبنا كتير، وين البنت؟ كرمال الله يا حضرة الضابط، أنا يعني شو بعرفني وين البنت؟ ليش عم تسألني لألي؟ إذا أنت كنت يلي مخبيها رح توقع بمصيبة كبيرة. أصلاً ما عم أخلص من المصايب من تحت رأس هالبنت، سجلناها بالجامعة مشان تصير دكتورة، لبسها جني وصارت تعمل لنا مشاكل. ها؟ هاي اجا قرايبي، يلا بخاطرك يا اخي. خليك قاعد مكانك. اذا ما بتحكي وين بنتك ما رح تقدر تطلع من هون بنوب. شبك يا زلمي معقولي تحكي معي هالحكي؟ نسيت انه نحن قرايب ونسايب، عن جد مو حلوه بحقك ابدا. لك خلاص، انت شو عم تخبص؟ اسمع، اذا ما بتقول وين مكان البنت بدون كذب رح خليهم يعذبوك لحتى تموت. ابوس عيونك، اكيد انت عم تمزح معي، يعني معقولي بعرف مكان البنت وما قلك؟ صدقني انا بتمنى اني لاقيها هلا لحتى اخنقها بايدي، لانه والله وجعني راسي كثير من مشاكلها. بس في عندي كتير ذكريات محتفظة فيها. عمتي؟ وين هالبيت؟ بجيك من كربة بمزرعة بالغابة.
عن جد هالبيت حلو كتير. هاي المزرعة لصديقتك؟ لا لإلي، أخذت هالبيت هنيك لريح راسي. مزرعة بالغابة، لما أتضايق بروح لهنيك. أنا الوحيدة يلي بعرف بمكانكم طبعاً لهلأ. انبسطي بآخر ليلة مع عزيز يا إليف خانم. ليش ما عم تفهمي؟ أنا مشغول بالي عليكي، حابب أعرف بكل خطوة عم تخطيها. حتى لو افترقنا رح تبقي بتميني، ورح ضل عم راقبك بعيوني. من شان هيك لا تطلبي مني اتخلى عنك. يا ربي هلأ وقتك انتي. عزيز الحقني أنا بالمشفى. خير شوفي؟ بعد ما تنعرنا أنا وياك طلعت لبرات البيت لشمها ونظيف، ما بعرف فجأة أغمى علي وفقدت الوعي، ولما فتحت عيوني لقيت حالي بالمشفى وما عم أقدر أخبر أهلي بهالشي. بترجاك ممكن تيجي تاخدني من هون؟ إيه بس أنا بعيد كتير هلأ، خذي تاكسي وروحي. عزيز شو يعني أنت نسيت أنه أنا حامل بابنك؟ إذا ما بتجي بتساعدني وبصر له شي لابننا مستعد تتحمل المسؤولية. عزيز بترجاك أنا محتاجتك كتير. طيب رح اجي لعندك، انتي بأي مشفى؟ هاي سهام، هي تعبانة بالمشفى. روح لعندها، ما بيصير تتركها لحالها. وهي حليتها، أنا رح ورجيكن. فيكي تبقي لحالك؟ مو مشكلة روح، وحتى أنك ما في داعي ترجع لهون. لو ما كان الموضوع مهم ما كنت رحت، بس ارجع منحكي ماشي؟ طيب